اخترت الشباب والرياضه. الحقيقه النهارده حاجه بنعلن عنها هي الموضوع في شكل بسيط بس هو مش بسيط، موضوع جديد وكمان كبير جدا للمضمون والمعنى بتاعه. يمكن امبارح كنا في مؤتمر صحفي كبير بنتكلم على اكمال الفرحه الكبيره باستضافه مصر، الحدث الذي قدر لمصر ان تستضيفه، لان ولا لبعد 2023 كان في توقيت استضافته وهو استضافه مصر كاس الامم الافريقيه 2019. النهارده اداره الشباب والرياضه ايضا في حدث اخر وهو اولمبياد طفل مصر. الحقيقه المضمون والمعنى مش قليل. ان احنا بدايه استراتيجيه الوزاره قالت او قلنا في مؤتمر استراتيجيه بناء الانسان ان احنا في رؤيه بنقسم المراحل الزمنيه والسنيه الى مراحل مختلفه، فعندنا بنبدا من 5 سنين لغايه 9 سنين، ومن 9 سنين ل 17 سنه، ودي مرحله النشأ اللي بنسميها مرحله الطلايع. وبعدين بنبدا مراحل ثانيه من 17 لغايه 22 سنه.